مساء الخير لك زميلي علي ولكافة السادة المشاهدين والمتابعين. يعني بالفعل لا تزال الأوضاع العسكرية والميدانية على ما هي في قطاع غزة منذ أكثر من شهر، فالقصف الإسرائيلي برا وبحرا وجوا لم يتوقف. لو تحدثنا عن خلال الساعات الأخيرة من هذا اليوم، حيث كثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية من غاراتها على عدد من مختلف على عدة مناطق في محافظة قطاع غزة. كان هناك استهداف لمنزلين في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تدميرهم بشكل كامل وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى تدمير منزل في منطقة الفخورة بمنطقة جباليا شمال القطاع. أيضا تم تسوية هذا المنزل بالأرض كاملا وانتشال عدد من الشهداء والجرحى، هذا بالإضافة إلى قصف منزل في محافظة رفح جنوب القطاع، وأيضا ارتقى شهداء وعدد من الجرحى. هذا القصف للمنازل وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى أيضا تزامن مع استهداف أكثر من منطقة في مدينة غزة، وتحديدا في منطقة تل الهوى ومخيم الشاطئ. وهاتين المنطقتين تل الهوى ومخيم الشاطئ منذ عدة أيام وهما تتعرضان لقصف عنيف إما بالطائرات الحربية أو بالزوارق المتمركزة في عرض البحر، بالإضافة إلى أنها إلا أن هاتين المنطقتين أيضا تشهد اشتباكات عنيفة ومكثفة بين الفصائل الفلسطينية وخاصة كتائب القسام وقوات الجيش الإسرائيلي التي تحاول التوغل إلى عمق مدينة غزة من هذين المحورين، وهما محور تل الهوى ومخيم الشاطئ. وخلال الساعات الماضية والليلة الماضية كانت هناك اشتباكات ضارية وعنيفة، وبحسب يعني كتائب القسام التي وثقت مشاهد من هذه الاشتباكات فإنها تمكنت من تدمير عدد من الآليات والدبابات التي تحاول التوغل إلى عمق مدينة غزة. أيضا كان هناك قصف خلال الساعات الأخيرة في منطقة حي الزيتون شرق مدينة غزة، وتم يعني قصف أكثر من منزل، بالإضافة إلى استهداف أراضي زراعية خاصة هذه المنطقة شرق مدينة غزة، وجزء منها هي عبارة عن أراضي زراعية. وهذه المنطقة أيضا منذ عدة أيام ويحاول الجيش الإسرائيلي التوغل إلى عمق المدينة، ولكن أيضا كلما حاول الجيش الإسرائيلي التقدم من هذه المنطقة بريا يكون هناك اشتباكات وتصدي من قبل كتائب القسام وسرايا القدس، والتي أيضا قبل قليل بثت ووثقت مشاهد من هذه الاشتباكات التي دارت خلال الساعات الماضية. هذه هي مجمل التطورات خلال الساعات الماضية. ولكن يعني دعني أود أن أشير أن الأخطر الآن بعد شهر على مرور هذه الحرب، وهي حرب التجويع التي بدأت في قطاع غزة. نعم. الآن يعني بالفعل منذ أمس تقريبا، وحالة من يعني بدأ يعني نتيجة نفاذ معظم السلع الغذائية والتموينية وإغلاق عدد كبير من المخابز هنا في مدينة خان يونس. أو أن بالمناسبة يعني اليوم وزارة الداخلية أعلنت أن جميع مخابز مدينة غزة وشمال القطاع قد توقفت عن العمل بشكل كامل، إما نتيجة نفاذ الوقود والدقيق، وأخرى قد توقفت نتيجة استهدافها من قبل الطائرات الحربية والإسرائيلية. ولو تحدثنا هنا في مدينة خان يونس فإن معظم المخابز قد أغلقت نتيجة نفاذ الوقود
والدقيق، ولم يتبقى في محافظة خان يونس سوى مخبزين فقط يعملان ولساعات محدودة، وربما خلال الأيام القادمة قد ينفذ الوقود والدقيق من هذين المخبزين. ومدينة خان يونس هي من المناطق التي قال الجيش الإسرائيلي أو طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مدينة غزة والشمال بالتوجه إليها. يعني في مدينة خان يونس ستتواجد نحو أكثر من 1,000,000 فلسطيني في مدينة خان يونس، معظمهم يعني في مراكز الإيواء التابعة للأونروا أو في المستشفيات أو من سكان المدينة الأصليين. فبات 1,000,000 شخص تقريبا في مدينة خان يونس يعتمد فقط على مخبزين في هنا في مدينة غزة، بالإضافة إلى أن عدد كبير من المحال التجارية قد أغلقت أبوابها، والمحال التي ما زالت تفتح أبوابها فهي شبه فارغة من المواد الغذائية. واليوم بالمناسبة برنامج الأغذية العالمي حضر في بيان بأن مخزون السلع الغذائية في أصبح في وضع حرج، وأن المخزون من السلع الغذائية بات على النفاد. إذن نتحدث عن أوضاع وحرب التجويع بدأت في قطاع غزة، بالإضافة إلى انقطاع لشبكات المياه والخطوط، وخاصة أن إسرائيل منذ بدء الحرب قد أغلقت كافة الخطوط التي تمد قطاع غزة بالمياه. وهذا يعني اليوم ما شاهدناه فيه هنا في محافظة خان يونس جنوب القطاع، الآن أصبح الصراع من أجل البقاء. المواطنون يخرجون من مراكز الإيواء أو من منازلهم أو من الذين يتواجدوا في مستشفى ناصر الطبي، يخرجون في الصباح الباكر من أجل البحث عن رغيف الخبز أو الماء. هذا من جانب. أيضا لو انتقلنا للحديث عن الوضع الصحي، فالوضع الصحي أصبح كارثي بمعنى الكلمة في ظل يعني تزايد أعداد الجرحى والشهداء والذين يعني يصلون تباعا نتيجة القصف الكبير الذي يصل إلى المستشفيات. وقبل قليل وزارة الصحة الفلسطينية قالت أنها أصبحت تفقد عشرات الجرحى نتيجة عدم تمكنها من تقديم العلاج اللازم لها، بالإضافة إلى امتلاء أسرة العناية المركزة. وطالبت الوزارة بضرورة التدخل بالإمدادات الطبية والأدوية والوقود. كل ذلك يأتي في ظل يعني محاولات دولية وجهود دولية تبذل من أجل وقف هذا من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار، لكن حتى هذه اللحظة لم تسفر هذه الجهود عن أي شيء أو حتى التوصل إلى هدنة إنسانية. يعني ربما نستطيع القول بأن أصبح حلم المواطن هنا في قطاع غزة إما الحصول على رغيف من الخبز أو شربة ماء أو التوصل إلى هدنة إنسانية من أجل يعني دخول المساعدات من تفضل. نعم عامر، أشكرك على كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات من غزة، مراسل اليوم عامر الفرة، شكرا لك.